فعلا يا سهى، مع الحياة السريعة والروتين اليومي هذا الشيء أكيد له سلبيات كثيرة على مستوى الصحة الجسدية، فخلونا نتابع هذا التقرير ونرجع معكم مع كوتش متخصص، من بعدها نتعرف على كيف نقدر بخمس دقائق نسوي تمارين وبدون أدوات بعد. الالتزامات اليومية وساعات العمل الطويلة والاجتماعات الكثيرة جميعها تسرق الوقت خلال اليوم، ولا يتبقى وقت لممارسة الرياضة، وعدم ممارسة الرياضة له أضرار قد تنعكس بشكل سلبي على الشخص، ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية، ضعف العضلات وهشاشة العظام وغيرها الكثير. نتعرف سويا على ما يمكننا فعله في خمس دقائق من ممارسة الرياضة. نرحب مشاهدينا بالخبير الرياضي والبدني ماهر عون، حياك الله يا ماهر واهلا وسهلا فيك معنا. هل فعلا ماهر خمس دقائق من التمارين الرياضية ممكن انها تكون كافية لنا؟ اكيد مفيدة جدا، وانا بدي اقول للي عنده وقت اكثر اكيد فينا نعمل 10 وربع ساعة ونص ساعة، بس اذا ما عندنا وقت ابدا خمس دقائق مفيدة جدا لها. ما عندنا وقت صراحة، احنا عندنا خمس دقائق. نعم. فخلينا ماهر يعني نسألك كيف ممكن تكون هذه الخمس دقائق هذه المدة القصيرة لها جودة علينا ولها تأثير على الجسم؟ أكيد هني أثبتت الدراسات أنه التمرين القصير كمان له فوائد غير التمرين الطويل. نعم. فرح يساعدنا على حرق الدهون وكمان تكبير الكتلة العضلية بجسمنا. سو حتكون مفيدة لنا، وبدي أقول شغلة بس كمان أنه تمرين قصير مش يعني تمرين سهل. صحيح. ممتاز. في أوقات مناسبة لهذه الأنواع من التمارين القصيرة؟ هني معنا وقت أنسب، في وقت مناسب لنا، في عنا نتمرن الصبح بكير إذا في عنا إنرجي قبل ما نروح على الشغل. نعم. أو إذا عنا شغل بالنهار في عنا نتمرن عشية، أو إذا عنا option working from home في عنا نشتغل بنص النهار، نأخذ استراحة صغيرة نعمل تمرين تبعنا ونتنشط لبقية النهار. سو في عنا option. ممتاز. بالنسبة هل ما تنصح أنت أحيانا الناس يكون عندهم مثلا بريك ساعة في الدوام نفسه؟ أكيد ممكن. أكيد ممكن. أكيد. تمام. هل هذه التمارين تنصح فيها للجميع، الكبار الصغار؟ هذه التمارين عم نعملون للصغار وللكبار، وأنا هلأ بالورك أوت بعد شوي صغير حقت different variations للإكسرسايزز تبعنا. نعم. للعالم يلي بدها كمان تكون عم نقصها شوي صغير عليها فينا نعمل، والعالم يلي beginners كمان فينا نعطيهم هدول. تمام. خلينا ماهر نتابع بعض التمارين. أكيد. فمن وين تحب تبدأ؟ أورايت، حبلش بأول إكسرسايز اللي هو اكسرسايز السكوات. حنوسع اجرينا على سويت كتفنا او اوسع شوي صغيره، حنرجع بخصنا لورا وحننزل لتحت وحنرجع نطلع لفوق، الكتاف على طول لورا، معدنا مشدوده، ظهرنا مشدود. حنعمل ثلاث جولات، كل جوله 10 مرات. نحن عم نعمل السكوات بدنا ننتبه على شغله، اهم شيء الركب الايند مع التوست تبعنا، في عنا خطا يلي هو بيجي الركب لجوا بدنا نتجنبه. ظهر على طول جالس والراس كمان لفوق. بدون احماء بدون شيء ولا بلا شيء. هذا اول اكسرسايز فينا نعمله. يلي بده يعمل شوي تشالنج شوي اكثر فينا نعمل جامبينج سكواتس اللي هي عم ننزل نعمل جامب. لا شوي انترميديت او لا ادفانسد. البيجنرز اكيد ما بدنا نعمل جامب، عم ننزل وعم نطلع. وير ايمينج ثلاث جولات كل جوله 10 مرات. هذا التمرين، هذا اول تمرين عنا. ثاني تمرين عنا حنعمل تمرين البوش اب. شو حنعمل؟ ايدينا على الارض، الايدين بدهم يكونوا تحت الكتاف، ظهرنا بده يكون جالس، واهم شيء المعده بدها تكون مشدوده. بدنا ننزل لتحت، الكوع لتحت، مش عم نطلع لفوق. كمان بدنا نعمل ثلاث جولات كل جوله 10 مرات. للي بده يصعب شوي صغير الاكسرسايز فينا نصعبه اكيد، فينا نعمل تاب. ولا البيجنرز بس نعمل بوش اب عادي. اذا كمان بدنا نسهل الاكسرسايز بعد زياده فينا نحط الركب كمان على الارض، ننزل كمان شوي صغير هيك. سو هذا ثاني اكسرسايز عنا لليوم اللي هو البوش اب. حنعمل ثالث اكسرسايز كمان لليوم بضمن الخمس دقائق اللي عنا اياهم، حنعمل لونج او سبليت سكوات. اللي حنعمله حنحط اجر قدام اجر لورا، حننزل بخصرنا نزول اكيد مثل ما قلنا، كتف لورا، معده مشدوده والظهر جالس. وكمان هذه 10 مرات. 10 مرات ما بدنا ننسى اكيد نعمل يمين لقدام وشمال كمان لقدام. اذا بدنا نصعب شوي صغيره فينا نعمل كيك، او للبيجنرز بدنا نحن مثل ما نحن ننزل اب اند داون. رائع. اورايت، سو هي ثالث حركه لليوم. ثالث حركه.
رابع حركة لليوم هم المجمل، خلينا بنريحك شوي. ايه؟ المجمل كم يكونوا؟ خمس حركات، ثلاثة أو أربعة أو خمسة حسب الوقت. أيوة. لعناية نحن يعني احنا مثلا نقول ممكن كل تمرين دقيقة، ممكن تنحسب 100% يعني عم نعمل تقريبا أربع حركات، تقريبا أربع دقائق أو خمس دقائق أكيد مع ريستنج كمان. خلينا نروح للتمرين الرابع. أكيد التمرين الرابع حنعمل بلانكس، حنزل لتحت كوينة تحت. نعم. أهم شيء كمان الظهر جالس، معدة مشدودة، بدي انتبه كمان على النفس. هاني نفس بدي يكون على طول ongoing، ما بدي عبق حالي. إذا بدي صعب شوي صغيرة في أطلع هاي بلانك، أو إذا بدي صعب بعد أكتر في أعمل alternation. نعم. والرائع ماهر بكل هالتمارين، ما أنا بحاجة يعني لا ولا أدوات ولا شيء. مثل ما شفت ما استعملت لا دمبل. نعم. لا سويس بول ولا شيء. سو في يكون بالبيت، في يكون برا أو دور، في يكون on the side بالمكتب، بدك كيف نعمل هول التمرين. نعم. لنغير شوي صغير جو. ماهر، كيف الشخص يعرف إنه هو ماشي بالطريق الصحيح بهذه التمارين؟ في يعني أو إنه هو يرتكب أخطاء، كيف يعرف إنه هو ممتاز وضع؟ أول شيء بدأ انتبه على النفس. إذا مثل ما انتبهت هلا عم بعمل أنا ورك أوت، النفس تبعي كيف النفس؟ النفس صار أسرع تبعي، النفس صار أسرع، يعني أنا عم بعمل ورك أوت وأنا عم بعمل الإكسرسايز مزبوط. تاني شيء الهارت ريت تبعي أو الدورة الدموية تبعي عم تكون عالية. وأهم شيء كمان اللي هو البيربس أنا للورك أوت، هو المود تبعنا حيتغير. إيفن إذا كانت خمس دقائق عم نعملها نحن بالنهار، المود تبعنا حيتغير ومن قلع نهارنا مثل ما قلنا. تمام. في هل تشوف انه الطريقه تكون يعني تصاعديه بالتمارين، ولا انه الواحد يكون فينا نحمي بتمرين بالاول؟ نعم. اذا بدنا نصعب شوي صغيره بنصعب للانترميديت والادفانسد، للي بيجنر يوجولي فينا نقطع باكسرسايزز اللي عملناهم نحن بالاول. ذكرت موضوع النفس ماهر، كيف هل نقدر يعني نخفف تسارع النفس؟ نحن اوتوماتيكلي النفس تبعنا حيسرع. نعم. سو بدنا ننتبه انه ضلنا عم نتنفس، لان في عندك عالم تحبس النفس تبعها. إيه. ومنعبي. ماخذ الموضوع غوص مش تمرين يعني. أكيد. شكرا لك يا ماهر، لك ألف عافية، إن شاء الله نشوفك بلقاءات قادمة بإذن الله. خلينا نشوف مشاهدينا أبرز ثلاث نصائح ختام هذه الفقرة.